صباح الخير. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تكملة لما ذكره طاهر توفيق العاني عن فترة حكم الرئيس صدام حسين. كثير هي الملاحظات اللي هو ذكرها، لكن خلينا ندقق على شوية أمور ورئيسيات. مثلا تحدث كثير عن المحيطين بالرئيس، كثير يعني ما ذكر أسماء بالتفاصيل. يعني مثلا ذكر من ضمن الأسماء اللي ذكرها سماها بالرموز سين ألف تاء. بيقول لك سين ألف تاء أصبح مسؤول كبير. معروف عن هذا الشخص ماشي إنه هو بطبيعته سكير، يعني يشرب الخمر بكميات كبيرة. ولما وصلت الأمور إلى إنه يدخل في المال ووصل الخبر للرئيس، وكان في ذاك الوقت هو الرئيس صدام حسين، أخذ قرار بأن يتم تبيها أولا، ومن ثم يتم إحالته إلى القضاء ومن ثم السجن. في موقف آخر بيقول لك أنه في أحد من أقربائه، وهو كان مفوض في الشرطة، استطاع أن يتبوأ في وزارات سيادية كبيرة. وفي حادثة ذكرت عن طريقة وهو بيعرفها أفضل منا جميعا، لأنه هو بيعرف مثل هذه القصص، بيقول أنه في عشيرة اسمها المشاهدة من ألبو شبلي. تمام؟ هذه العشيرة تقدمت بشكوى إلى مكتب الرئيس طالبة منه أنه من فضلك خلصنا من هذا الشخص اللي صادر أملاك وممتلكات ما من حقه أنه يصادرها. وصل الخبر إلى الرئيس بشكل مباشر، فأخذ قرار أنه خلينا نحقق، لكن إذا اتضح نتيجة التحقيق أنه هو المذنب يقتل، يعني يعدم. وإذا أنتم المذنبين وأنتم اللي تكذبوا عليه فأنتم تدفعوا الثمن. وفعلا بعد التحقيق اتضح انه هو كان بريء. طاهر العاني بيقول هذا الشخص هو مو بريء، ابدا ما كان بريء، وانه الارض اللي اخذها هي معروفه وحددها بدقه. قال انه هي كانت على مجرى نهر دجله والسدات، وكان الا مزرعه بيها، وهذه المزرعه تم ايصال الكهرباء الى داخل المزرعه وتعبيد الشوارع في داخل المزرعه، وكله كان على حساب الدولة. يعني مواقف كثيرة ذكرها، يعني مثلا في موقف هو ذكره بيقول إنه صدام من كان يتكلم عن الأقرباء بالذات، كان يقول عليهم إنهم هم يشبهون أقرباء عثمان ابن عفان. قديش ما هو مخلص لهم، قديش ما هم يسيئوا إليه. وبعدين هو استدرك، قال أنا لما كنت موجود في معتقل كروبر، تمام، تقابلت أنا مع الرئيس وعرفت أنه في آخر فترة من حياته طلبوا الأمريكيين المحتلين من الرئيس أنه هل أنت إلك طلب؟ قال لهم أنا بدي أشوف إخواني. فوطبان وبرزان الاثنين، برزان رفض أن أشوف وطبان أثناء مقابلة الرئيس، وظل يسترسل في الكلام بيقول وكأنما ما اشتغل لهم وما ساعدهم وما أنقذهم من الحرب اللي هم كانوا عايشين. يقول إنه في شخص آخر محسوب كذلك على الرئيس وعلى الخط الأول تحديدا، كان مسمى باسم هاشم، استلم مدير الخطوط الجوية، مدير الخطوط الجوية العراقية في ذاك الزمن. وبعدين دخل على محافظة كمحافظ لبابل والتأمين، تمام. وأثناء متابعة هذا الشخص اللي اسمه هاشم اتضح أنه عنده كميات هائلة من التجاوزات المالية، هائلة هائلة ومخيفة من التجاوزات المالية. فطبعا أصدر أول مرة التحذير ومن ثم أحال إلى القضاء وتم كذلك سجنه. هذه المواقف الجيدة اللي ذكرها عنا فيما يخص هذا الموضوع، رغم أنه بيقول أنه نقلا عن صدام أنه أقرباءه هم اللي كانوا يعني يعانون، يعني يفرضون هيمنتهم أو وضعهم السيء على شخص مؤسسة الرئاسة وعلى شخص الرئيس، وبالتالي الرئيس لازم يدافع عن مؤسسة الرئاسة ويدافع عن النظام، فيضطر أنه يتعامل معاهم. وهو كان على حد وصف
ظاهر العاني بيقول إنه كان متعاطف معهم إلى حد كبير جدا. حتقول خلينا ندخل على المواقف الرئاسية. موقف من المواقف الرئاسية اللي صارت في زمن أحمد حسن البكر، وبتخص صدام حسين أيام ما كان نائب لرئيس الجمهورية. في إحدى المشاكل الكبيرة كان في أكو شخص أرجنتيني اسمه كارلوس أخذ صفة اللجوء السياسي، وبعلم من الرئيس صدام في ذاك الزمن إنه بيكون لاجئ سياسي داخل العراق. وكان للرئيس أحمد حسن البكر دكتور أردني اسمه عبد الكريم، وأظن هو يتكلم عن عبد الكريم الكراسنة، لأنه هو كان دكتور أردني موجود فعلا ومعتمد من قبل الرئيس أحمد حسن البكر، اسمه كان عبد الكريم الكراسنة. المهم أنه كانت مقابلات كارلوس هذا الأرجنتيني مع الرئيس البكر بفترات طويلة ولساعات طويلة، لكن المشكلة أنه كارلوس فجأة صار يحب أنه يسولف وبشدة مع محمد ابن أحمد حسن البكر قبل وفاته. العاني يقول نقلا عن العاني، هو دي يقول انه نتيجة لمقابلات المستمرة مع محمد ابن احمد حسن البكر، صدام اخذ قرار بانه يبعد الاثنين اللي هو كارلوس الارجنتيني وعبد الكريم الكراسنة الاردني، وفعلا استطاع ان يبعدهم خارج القطر. في موقف رئاسي اخر، وهذا كان من المواقف المفاجئة، أيام حرب إيران، قبل قيام حرب إيران بشكل رسمي وحددها طاهر توفيق العاني، يقول في يوم 22/9/1980 انطلب اجتماع مجلس القيادة اللي هو القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة، لكن هو ركز على القيادة القطرية. دخل عليهم للاجتماع صدام وكان لابس اللبس العسكري وكان لابس يشماغ، وقال لهم أنا عندنا موقف خطير لابد أنه نتعامل به. إيران قامت بالهجوم على قرى حدودية وبالذات خانقين، وأغلقت الأنواء الجوية وأغلقت مضيق هرمز باتجاه يعني خاصة بالنسبة للبواخر العراقية، بالإضافة إلى إغلاق الحدود وإعلان التعبئة العامة. من جهة ثانية أنه الجهاز العسكري يضغط على صدام حسين في ذاك الزمن أنه إحنا نريد نعلن حالة الحرب على الأقل حتى لو على شكل ضربة وقائية. موقف العاني أنه هذا موقف غلط، وسبق وأن كنا في فيديو سابق أن البكر كان مش موافق أو رافض فكرة قيام الحرب مع إيران مطلقا، ويعتبرها هذه هد للقوة العسكرية العراقية. العاني تجاوز أظنه بالكلام، لأنه هو شنو اللي قال؟ يقول أنا من ده أقول له إنه إحنا بحاجة إلى ضمانات إنه ما يكون الحرب من طرفنا. صدام ثار عليه وتكلم معه بنبرة حادة وقال له أنا ما قدمت ضمانات بعمري، ما راح أجي هسه أقدم ضمانات. يقول إحنا اللي افتهمناه بالأخير إنه هو كان ماخذ القرار وجاي حتى يعلمنا به، وأخذ الاجتماع على أساس القيام بعمل ضربة جوية بالقوة الجوية العراقية سماها باسم الضربة الوقائية، تمام، وتقررت انها تصير الساعة 12، تمام، كضربة عسكرية وقائية. موقف يعني حشا صلاح عمر العلي فيما في تسجيلات سابقة، وكثير هم الناس اللي تحدثوا في هذا الموضوع تحديدا، يعني انه كيف كان ترتيب حرب ايران من الجانب العراقي. ذكر كذلك معلومة جدا مهمة، وهي يقول لك نقلا عن صدام بلسان يقول انه انا مستعد انه اتقبل فكرة وجود حاكم ديكتاتوري او ان يقال عنه كحاكم ديكتاتوري، ولكنه لن يقبل بأي شيء آخر غير هذا الكلام. وكان هو دائما يبررها، يعني العاني في مرة من المرات يقول طلبت منا أنه إعدامات عام 97 يجب أن تتوقف، هتقوله. وكذلك
عندنا مشكلة في حسابات القوى وطريقة عمل حسابات القوى. هذه المشكلة كانت كبيرة. في موقف قديم استذكر هو بعد فترة من كتاباته، بدأ يسكر مواقف قديمة العام، بدأ يقول لك في يوم من الأيام فوجئنا بأنه العقيد عدنان الشريف اللي هو كان آمر بالحرس الجمهوري في ذاك الزمن، وكان في زمن الرئيس البكر، أبلغ من الرئيس البكر مباشر بأنه يمنع دخول صدام حسين إلى القصر الجمهوري. موقف يعني كان مفاجئ. فإجى اليوم الصباح الطبيعي وصدام كان رايح على القصر الجمهوري، تفاجأ بأنه العقيد قال بأمر من الرئيس ما تدخل داخل القصر. قام هو راح، وتحديدا راح على بيت علي الصافي. علي الصافي المهم بدون ندخل التفاصيل، المهم لما راح لهناك استطاع أنه يبقى لأيام موجود، واستطاع أنه يبقى لأيام بدون ما يراجع داخل القصر. فواحدة الاجتماعات الحكومة الاعتيادية كان رئيس البكر يسأل وزير الداخلية اللي هو الأستاذ سعدون، وديسر دي يقول له انه صدام تعرف انت وين قاعد؟ قال له سيدي انا ما اعرف وين قاعد، لكن انت لو تعطيني مجال شويه وقت اعرف وين قاعد. قال له اعرفني وانطيني خبر. ظهر عن يقول احنا تفاجأنا بعدين، فجأة اتصل بكر بعد فترة بالأعضاء، أعضاء مجلس كتب الثورة وأعضاء من القيادة القطرية، أخذهم وطلعوا. وين؟ تعالوا وياي. وراحوا لعند مكان وجلوس صدام وتواجد صدام. يقول صدام أول ما فك الباب شاف البكر صار يبكي. فالبكر من طبيعة الأبوية يقول له حقك علي أنا اللي مقصر. وتصالحوا هم الاثنين وطلعوا. يقول بعد سنين طويلة، يعني بعد ما صار صدام حسين هو الرئيس، وفي إحدى المقابلات اللي صارت ما بين طاهر العاني كعضو في القيادة القطرية وما بين صدام حسين، يقول له أنا أريد أقول لك شغلة أريد أطلعها من عندي خليها عندك. قال له قول. قال تتذكر الأزمة اللي صارت من عوق من دخول القصر وكان بأمر من أحد حسن البكر؟ قال لي إيه أدري بيه. قال له إحنا بالاجتماع كان البكر بيسأل عن مكان سكنك لوزير الداخلية. خلصنا اجتماع وطلعنا، كان طه الجزراوي قاعد يسألني ويقول لي أنت ليش وقفت على طه توفيق العاني، أنت ليش وقفت وتريد تدليه البكر على صدام؟ قال لي ليش؟ قال لي لأنه إحنا لازم نبعد هذول الاثنين عن بعض. وكان يقول العاني يقول هو بنفسه يريد يدفع إنه يبعد صدام عن البكر بأي وسيلة. يقول صدام سمع المعلومة، قال له هاي بالنص، قال له هاي المعلومة طلعت من رقبتك ودخلت برقبتي، وطبطب على إيده بإيده على كتفه. هاي معلومة استدركت في الآخر، يعني يقول قدر يعني يسد الفصل الخاص بالنسبة لفترة شوفته لفترة حكم صدام حسين، فصار يريد يسد الفصل، فصار يتذكر مواقف ويربط ما بين الماضي والحاضر. في قصة حرب إيران بعد ما خلص الاجتماع اللي كان يوم 22 وأخذوا قرار يسوون الضربة الوقائية، العاني فكر بفكرة وراح قابل صدام حسين يطرحها عليه، إنه خلينا إحنا نوقف الحرب. قال له شلون نوقفها؟ قال له خلينا نوقفها عن طريق سوريا. فقال له لا تكمل، الوضع الدولي لا يسمح. بالنص لا تكمل، الوضع الدولي لا يسمح. يقول أنا بعد سنين ضليت أفكر شنو معنى كلمة الوضع الدولي لا يسمح؟ شنو هاي معناها؟ فصار يربط على أحداث صارت في مؤتمرات، وخاصة مؤتمر عام 79 اللي إذا كلنا نتذكر اللي هو أظن اللي تسمى مؤامرة 79، قبل ما يصير مؤتمر الخلد قاعة الخلد، صدام صار يعني اعتقل كمية كبيرة من الناس اللي كانوا متآمرين على أساس أنهم متآمرين مع سوريا ضده، وصاروا هذول المعتقلين يذكرون أسماء كثير من الناس من الباحثين. فصار هو يشوف يقول معقولة كل هذول متآمرين على شخص النظام أو على قيادة النظام؟ مستحيل. فصار يشك إنه لو تكون هاي عملية توريط
وبالتالي زرع الفتنة ما بين أركان الحزب في العراق. فقرر أن يتبع وسيلة